ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ضيف الكريم بعد التحية. يعني قراراته الحاسمة خلال اجتماع استثنائي للبنك المركزي، قراءتك لها ومدى تأثيرها على كبح جماح الموجة التضخمية؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. البنك المركزي عازم كل العزم على القضاء على السوق الموازي للدولار خلال هذه الفترة وخلال الفترات القادمة لعدم وجود هذه السوق مرة أخرى التي تحدث مزيد من البلبلة لدى رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين للاستثمار في مصر لوجود سعرين للدولار. آن الأوان أن يكون يوجد سعر واحدا فقط للدولار اللي هو يبقى مسؤول عنه البنك المركزي وكل البنوك العامله داخل الجهاز المصرفي. ده هيعطي مزيد من الانطلاق للجهاز بمزيد من الاستثمارات، بالاضافه النهارده عندنا تحولات العاملين بالخارج اللي تم فقد منها خلال عام الفتره الماضيه اكثر من 20 مليار دولار، سنشهدهم مره ثانيه يتم تدفقهم من عبر القنوات الرسميه والشرعيه للجهاز المصرفي للدوله. أن الأوان أن يتم هذا التوحيد، وأعتقد أفضل المكتسبات التي ستقول أو ستعود على الدولة المصرية نتيجة هذه القرار الصادر اليوم. بالإضافة النهاردة لما يبقى في عندي نوع من الاستقرار لأسعار سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي هيعطي طبعاً للمستثمرين والمستوردين والمصنعين وكل العاملين داخل الدولة المصرية أن الذي يحدد سعر الدولار هو العرض والطلب وليس السوق السوداء التي كان يتلاعب فيها كثير من الناس الذين لا يريدون صلاحا وإصلاحا لصالح الاقتصاد المصري. ده الفئة دي هتبقى تم القضاء عليها تماما بهذه القرارات الجريئة والحاسمة، وهنشوف الفترة القادمة مزيد من الاستقرار. ممكن النهارده الدولار يرتفع بكرة ينخفض، عرض وطلب هو الذي يتحكم في المشهد المتعلق بالسياسة النقدية للبنك خلال الفترة القادمة. طيب، ليس بعيدا أيضا عن هذا الإجراء هناك رئيس الوزراء غدا بتكليف من الرئيس السيسي سيتابع إجراءات الإفراج عن البضائع بميناء الإسكندرية وأيضا غيرها من المواني المصرية. كيف ترى تلك الخطوة والرسالة من وراء تواجد رئيس الوزراء بنفسه في الميناء؟ حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سرعة الاستجابة وسرعة الإفراج عن كل البضائع والرسائل الموجودة لدى الموانئ المصرية. معناه أن النهاردة أنا مش عاوز في تباطؤ، مش عايز يبقى في عندي بضائع مستوردها علشان استكمال عملية الإنتاج. يعني البضائع دي عبارة عن هي سواء خاصة بآلات أو خاصة بقطع غيار أو آلات ومعدات أو منتجات تم الصنع. النهارده لما بيبقى عندي سرعه الافراج في هذه البضائع، البضائع دي تستطيع ان تدخل السوق وتعمل على مزيد من هدوء الاسعار خلال الفتره القادمه. جاز النهارده المواطن بيشعر ان عندنا النهارده ارتفاعات عشوائيه وهيبقى في ارتفاع في الاسعار، انما بكره بعده عندما تستقر الاوضاع ويستقر ما اتخذ من قرار من البنك المركزي النهارده، اعتقد على الامد القريب سيكون له تأثيرات إيجابية على كل المتعاملين داخل السوق المصرفية وعلى كل السلع المستوردة أو التي يدخل جزء منها في الاستيراد، لأن أصبح في استقرار في الأسعار للسلع والمنتجات الواردة من الخارج، وبالتالي آلية ذلك تنعكس بالإيجاب على أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصرية خلال الفترة القادمة إن شاء الله. دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.